بسم الله الرحمن الرحيم. الاسبوع السابع او السكشن السابع في باور الكترونكس بنتكلم عن حاجه اسمها الاس سي ار سيليكون كنترول ريكتفاير، والمعروف بالثيرستور. الثيرستور ما هو الا دايود، ولكن في اوبشن فيه ان فيه جيت بقدر اتحكم فيه. الدايود احنا عارفين ان هو بيسمح بمرور التيار في اتجاه ولا يسمح بمرور التيار في اتجاه الاخر، بيسمح بمرور التيار في اتجاه الفورورد ولا يسمح في اتجاه الريفرس. نفس الكلام بالظبط في الثيرستور، الا ان في جزء اضافي فيه وهو وجود جيت، وده الشرط الاساسي. لازم يكون في عندي حاجه اسمها بولتس او تيار على الجيت عشان يسمح بمرور التيار. يعني انا عندي دايود بيسمح بمرور التيار وكل حاجه، بس مش هيعدي التيار ده الا يكون في عندي بولتس على الجيت، اذا فهو كنترول ريكتفاير. طيب شكله عامل ازاي؟ زي ما حضراتكم شايفين شبه الترانزستور شويه، شكله كده شبه ترانزستور. هو له ثلاث رجول، طبعا الرجل الكاثود الانود في النص بتكون هي الجيت. له اشكال كتير طبعا. الميزه في الثيرستور عن الترانزستور، واحنا دلوقتي بنتكلم عن حاجه بتعمل سويتشنج. الترانزستور ما في نفس الاوبشن ده، لو في عندي تيار على البيز هيعمل برضه نفس الفكره، في هيكون عندي في سويتشنج بين الاميتر وبين الكوليكتور. فقال لك ان الثيرستور بيستحمل او بيتحمل معايا حاجات هاي باور ريتنج، يعني بيستحمل معايا حاجات كبيره شويه، فبتلاقي له احجام كتير جدا. يعني زي ما احنا زي ما حضراتكم شايفين كده الشكل ده كده، ده سيرستور برضه، بس ده باور سيرستور، يعني حاجه كبيره شويه، هاي ريتنج شويه. تمام. في عندي حاجتين مهمين لازم اعرفهم في السيرستور. عندي حاجه اسمها الهولدنج كارنت واللاتشنج كارنت. ببساطه شديده السيرستور من الخصائص اللي فيه ان احنا عارفين ان هو لازم يكون في بلص على الجيت عشان يشتغل معايا او عشان يمر لي تيار. فقال لك يا باشمهندس في عندي خاصيه اسمها اللاتشنج كارنت. ايه هي اللاتشنج كارنت دي؟ اللاتشنج كارنت ببساطه هو التيار، هو اقل تيار هيمر بقى بعد كده، يعني انا جالي بلص على الجيت تمام، فالتيار هيمر عندي. في عندي اتنين اوبشن، اما ان التيار هيمر ولما اشيل البلص التيار ما يمرش بعد كده، او يقف او يحصل بلوك او يحصل ريفرس بلو او يحصل اوف لو، يحصل السيرستور ده اوف، او اما ان التيار بتاعي هيكمل معايا ويفضل شغال معايا حتى لو شلت البلص على الجيت. من الاخر ده هو الهولدنج كارنت واللاتشنج كارنت. بيقول يا باشمهندس اللاتشنج كارنت ده هو المينيمم انود كارنت، يعني التيار اللي هيمشي في الانود من الانود للكاثود، ريكوايرد تو مينتين سيرستور ان ذا اون ستيت. يعني بمعنى اصح ايه؟ انا اديت السيرستور بتاعي بلص خلاص اشتغل معايا، انت بلص على الجيت فاشتغل معايا مرر لي تيار، التيار هيمر، شلت البلص دي التيار هيفضل شغال عادي واللوب بتاعي هيفضل شغال عادي. تمام. يبقى التيار اللي مر عندي ده اسمه ايه؟ اللاتشنج كارنت، ده اقل تيار هيمر هيعمل لي الخاصيه دي. طيب الهولدنج كارنت ده اقل تيار هيمر عندي انا، اهو مينيمم انود كارنت تو مينتين سيرستور اون ستيت اف ذا فورورد انود كارنت از ريديوسد بلو هولدنج كارنت. لو التيار بقى اقل على الهولدنج كارنت الديبليشن ريجن ديفلوبس اراوند جنكشن جي 2 ديو تو مش عارف ايه ديوس كده. بيقول لك ايه؟ لو التيار ده قل عن هولدنج كارنت خلاص هيعمل معايا اوف ستيت. يعني بمعنى اصح انا عندي دلوقتي اوبشن او عندي خاصيه موجوده في الثيرستور، وهي خاصيه اللاتشن كارنت، ودي اللي هتكلم عنها بعد كده او دي اللي هشتغل فيها بعد كده، وهي ان التيار عندي لو كان بقيمه معينه او اكبر منها هيفضل الثيرستور شغال معايا حتى لو شلت البلس من على الجيت. يعني هو محتاج بس البلس دي تعمل له اجنيشن كده، تعمل له اشعاع، تعمل له تشغيل. مسائل شيت 3 كلها بتتكلم عن اللاتشن كارنت. احنا هناخد اول مساله عندي وهنتكلم فيها كده وهنعرف احنا هنعمل ايه. اول مساله بيقول لي ايه يا باشمهندس؟ بيقول لي 100 ملي امبير لاتشن كارنت اس سي ار سبلايز 50 ملي هنري 5 اوم ريزيستنس. الشكل ده كده بالنسبه لي لما يقول لي 50 ملي هنري و5 اوم ريزيستنس، اول ما اشوف كده ريزيستنس اندكتيف لود، اول ما اشوف الكلمتين دول كده عرفت ان انا عندي مقاومه وملف اندكتور متوصلين مع بعض ان سيريس فروم 150 فولت دي سي سبلاي. يبقى انا عندي دي سي سبلاي قيمته 150 فولت. فايند مينيمم جيت بالس ويتس، لما يقول لي عايز الجيت بالس ويتس دي يبقى هو عايز التايم اللي هيتحط على الجيت، عايز تايم، هو عايز حاجه اسمها تايم. جيت بالس ويتس ده التايم، التايم ده معبر عن التيار اللي بيمر في الجيت، هنعرفها بعد كده في الشابتر الجاي تو انشور فاير. خطوات الحل بسيطه جدا. اول حاجه انت طالع من طيارتك، معطياتك اللي بتقول لك ايه؟ انا عندي ال ال ب 50 ملي هنري اللي هي قيمه الاندكتور، عندي الار ب 5 اوم، عندي الاي لاتشنج كارنت اي اي لاتش ب 100 ملي امبير اهو،
وعندي الاي اللي هو الجهد بتاعي 150 فولت، يبقى انا لازم اثبت دول كده او اعرف الحاجات اللي هو مديها لي. خطوات الحل عندي سهله جدا وثابته وبسيطه. اول حاجه هرسم الدايره نفس الشكل ده بالظبط كده، انا عارف ان انا عندي مقاومه وعندي ملف، يبقى هرسمه زي ما هو قايل لي بالظبط. وعندي فيه سيرستور بالشكل ده، يبقى انا عندي سيرستور اهو، وعندي المقاومه، وعندي الملف بتاعي، وعندي مصدر الجهد، مفيش اي حاجه تانيه عندي خالص. بعد كده بيقول لي ايه؟ تاني خطوه بيقول لك ايه؟ بيقول لي يا باشمهندس في عندي تيار اسمه اي اي. التيار اي اي ده اللي هو جاي منين؟ اللي هو هيطلع من المصدر اهو، اسمه تيار اي اي زي ما حضرتك شايف كده اهو، تيار اي اي اهو. التيار اي اي ده بيساوي ايه؟ قال لي بيساوي تيار اللاتش ده اهو اجمع عليه بقى 10 مللي امبير. طب ايه ال 10 دي يا باشمهندس؟ دي حاجه اسمها سيفتي. ده معامل كده او رقم كده بحطه عشان اتاكد فعلا ان هو هي ايه هيحصل له اشعاع او هيحصل له تشغيل، يعني بمعنى اصح ان هو لما هيجي له جيت دلوقتي، هو دلوقتي جاله جيت من بره اهو، هيفضل شغال معاه بعد كده بقى، يعني التيار ده هيخليه يشتغل معاه على طول. هو قال لك ان اللاتشنج كارنت بتاعه كذا، انت بقى ضيف عليه 10 كمان، ال 10 دي ثابته معاه على طول باستمرار. فاي مساله هضيف اي 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 هقول اي اي بيساوي اي لاتش زائد 10، يبقى ده كده قانون ثابت عندي، اي اي بيساوي اي لاتش زائد 10 مللي امبير. طب الاي اي ده لتيار السيركت كلها. طيب بعد كده في عندي ايه؟ المفروض ان ده اندكتور، والاندكتور ده له تيار اسمه اي اي، اللي احنا عارفين ان تيار الاندكتور خدناها قبل كده في دوائر الار ال سيركتس، كنا بنقول الاي ال بيساوي اي نوت في واحد ناقص اي يساوي تي على تام، تمام؟ ده قانون معروف عندنا. انا محتاج ايه في الموضوع ده كله؟ محتاج التي. التي ده هي المينيمم جيت بلس ويت. من الاخر المسائل دي يا هيقول لك عايز تي، عايز مينيمم جيت بلس ويت، يا هيقول لك عايز اللاتشنج كارنت، مش عايز اكتر من كده. يعني هيجيب لك يقول لك احسب لي التي، يا هيكون مديك التي ويقول لك احسب لي اللاتشنج كارنت. وهنفهم كل حاجه دلوقتي. طيب الاي ال بيساوي اي نوت في واحد ناقص اي يساوي تي على تام. طب الاي نوت بيساوي ايه؟ قال لك بيساوي الاي ده اهو على الار، على قيمه الار، الاي اللي هو 150 فولت على قيمه الار. طيب بعد كده انا برضو عايز اعرف، انا عمال اقول سايب تي، تي هي من جيت بالس ويت. طب التاو، التاو دي بتساوي ال على ار. كلام بسيط خالص وكلام سهل. طيب الخطوه الرابعه هتروح قايل له ان الاي اي ده اهي بتساوي الاي ال. ايهما بقى موجود عندك؟ يعني انا حسبت الاي ال هساوي بها الاي اي، انا موجود عندي الاي اي اللي هي بتساوي اي لاتش ده 10، هحسب منها، هجيب منها هقولها ان هقول ان هي بتساوي الاي ال، واحسب منها المطلوب عندي. حل المساله دي ايه؟ هو مديني ال ال والار، ومديني الاي لاتش، ومديني الاي. اول خطوه عندي هروح قايل قيمه، احسب قيمه الاي اي، هقول الاي اي بيساوي ايه؟ الاي لاتش ده 10، دي ثابته عندي. بعد كده 10 مللي امبير طبعا. فهو قال لي ان هي 100 مللي زائد 10 مللي، يبقى تطلع معايا 110 مللي امبير. بعد كده هقول ايه؟ التاو عندي بتساوي ايه؟ ال على الار زي ما احنا عارفين، هيطلع معايا ب1%. بعد كده اي نوت، الاي نوت بتاعنا بكام يا باشمهندس؟ اي على ار، اي على ار، قانون سهل اهو مش مشكله خالص، 150 على 35 امبير. طيب بعد كده هقول ايه؟ هقول ان الاي ال ده اهو، الاي ال اللي عندي ده بيساوي الاي اي، ما هي دايره واحده اهي، الاي ال ده المفروض هيساوي الاي اي. هقول الاي ال بيساوي ايه؟ الاي ال بيساوي القانون بتاعه بقى، الاي ال اللي هو بيساوي اي اي ده المفروض ان هي بتساوي كام؟ الاي اي طالعه بتساوي كام؟ المفروض ان هي بتساوي 110. لو انا حاسب اهو 110، هروح قايل ان الاي ال بيساوي اي نوت في واحد ناقص اي اس سالب تي على تاو. انا كل حاجه موجوده عندي ما عدا التي، وهي اللي انا عايز احسبها، اللي هي المينيمم جيت بالت ويتس، تطلع معايا ب 40 مايكرو سكند. تاني مساله عندي بيقول لي 80 ملي هنري، يبقى ده ايه؟ دي قوه ال، يبقى ال عندي 80 ملي هنري، 10 اوم يبقى ده الار. الريزستنس اندكتيف لود از كنترولد اس سي ار، يبقى في عندي سيركل كنترولد فاير، يبقى في عندي سيرست فروم 150 فولت برضه، يبقى انا عندي مصدر الجهد بكام؟ 150 فولت دي سي سبلاي. اف ذا اس سي ار جيت بالس ويتس از 50 مايكرو سكند، هنا مديني ايه؟ مديني التي، يبقى انا المره دي مديني جيت بالس ويتس. فايند اس سي ار لاتشن كارنت، زي ما قلت لك في المساله اللي فاتت، يا هيديك التي ويقول لك احسب لي اللاتشن كارنت، يا هيديك اللاتشن كارنت ويقول لك احسب لي التي. يبقى فايند اس سي ار لاتشن كارنت تو انشور فاير. الموضوع بسيط جدا، هطلع اول حاجه معطياتي، معطيات عندي ايه؟ عندي الاي ب 150، الار ب 10، ال 80، التي 50 مايكرو سكند. اول حاجه بعملها ارسم دايرتك، دايرتي بالشكل ده ثابته مش هتتغير معايا. تاني حاجه عندي اطلع الحاجات اللي انا عايز اشتغل بيها، عندي التاو بتساوي ال على ار، عندي الاي نوت بتساوي ايه على ار، خلاص حطهم مش مشكله عندي، كل القيم دي موجوده عندي مش مشكله فيها. بعد كده اروح قايل الاي ال بيساوي الاي نوت في واحد ناقص اي اس تي على تاو، عندي التي وعندي التاو وعندي كل حاجه موجوده عندي. طلعت الاي ال بكام؟ ب 93 مللي امبير. بعد كده اروح قايل ايه؟ انا عندي تيار اسمه اي اي اهو، المفروض كان بيطلع هنا كده، وعندي تيار الاي ال اللي هو هنا.
الاي اي بيساوي الاي ال، بيساوي ايه؟ بيساوي 93 مللي امبير. طب انا عارف ان الاي اي ده اهو القانون بتاعه بقى بيقول لي بيساوي الاي لاتش زائد 10، يبقى اذا اللي هو بيساوي 93 اهو، يبقى اذا الاي لاتش بكام؟ 93 ناقص 10 83 مللي امبير. في مشكله في الكلام ده؟ مفيش اي مشكله عندي خالص. تالت مساله عندي فيها فكره شويه، بيقول لي يا باشمهندس بيقول لي 20 اوم، يبقى دي مقاومه اهو، 100 مللي هنري اندكتيف لود، المفروض هو كنترولد باي 60 مللي امبير. 60 مللي امبير ده اللي هو ايه؟ اس سي ار لاتشنج كارنت، يبقى مديك الاي لاتش بكام؟ ب 60 مللي امبير ويز 50 مايكرو سكند جيت بالت سويتش، يبقى مديني تي. اه ايه المساله دي؟ ده مديني فيها التي ومديني فيها الاي لاتش، امال هو عايز ايه؟ فايند ذا فاليو اوف اديشنال ريزيستنس كونكتد اكروس ذا لود. اول ما اشوف كلمه اكروس دي قلتها قبل كده كام مره؟ قلت لك لما اشوف كلمه كونكتد اكروس افهم من كده ان هي متوصله ان بارلل وليس ان سيريز، انما كونكتد ويز ذا لود يبقى اذا متوصله سيريز، يبقى لازم تركز قوي في الكلمه كونكتد اكروس ذا لود، يبقى دي متوصله ان بارلل تو انشور فايرنج 100 فولت سبلاي فولتج. اطلع المعطيات، المعطيات بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان عندك اول حاجه مصدر قيمته 100 فولت، مقاومه ب 20، ال ب 100، التي ب 50 مايكرو سكند، والاي لاتش ب 60. المساله دي شكلها مش طبيعي بالنسبه لي، ليه؟ لان انا متعود ان هو هيديني التي ويقول لي احسب الاي لاتش، هيديني الاي لاتش ويقول لي احسب التي. طيب دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك انا مديك التي ومديك الاي لاتش، بس بقول لك ان في مقاومه اضافيه اهي انا حطيتها على اللود، المقاومه ديت متوصله ان بارلل مع اللود. قول لي بقى المقاومه دي مقاومتها بكام عشان تخلي لي الكلام ده يحصل؟ تخلي لي التي ب 50 مايكرو سكند وتخلي لي الاي لاتش ب 60 مللي امبير ولا اي حاجه خالص. المساله سهله جدا، همشي خطواتي واحده واحده كده وهتلاقي المساله تيجي معاك. اول حاجه عندي كده، انا عايز افهم حاجه، انا عندي طيار اسمه اي اي اهو، كان في طيار اسمه اي اي بيطلع منها كده، ومفروض في طيار عندي اسمه اي ال بيه كده. طيب هل اي اي بيساوي اي ال دلوقتي؟ لا، المفروض ان الاي اي دلوقتي بقى بيساوي اي ال زائد المفروض الطيار بتاعي اللي هو الاي اللي ماشي في الار اكس دي. يبقى انا دلوقتي بس ده الاختلاف الوحيد اللي عندي، ان الاي اي هيساوي الاي ال زائد الاي بتاع اللي ماشي في الطيار في المقاومه ار اكس دي. طيب هحسب مسألة عادي خالص، التاو بتساوي ايه؟ بتساوي ال على ار، 100 في 10 ستة 3 على 20 طلعت معايا ب 5 من 1000. تمام؟ بعد كده هروح قايل الاي نود بيساوي ايه على ار، الاي اللي هي ب 100 على الار بكام؟ الار بتاعت الاولانيه دي خلي بالك مالكش دعوه بالار اكس خالص، اعتبر ان دي مش موجوده خالص كده، اشتغل عادي الاول. الار بكام؟ هيطلع معايا ب 5 امبير. تمام؟ بعد كده هروح قايل ان الاي ال بيساوي اي نود في 1 ناقص اي سالب تي على تاو، هحسب قيمه الاي ال، انا عندي الاي نود طبعا وعندي التي وعندي التاو وعندي كل حاجه، طلعت معايا 50 مللي امبير. طيب الاي اي المفروض ان هو بيساوي ايه؟ انا عارف ان الاي اي بيساوي الاي لاتش بتاع الثيرستور ده اهو زائد 10، ده القانون بتاعنا. طيب الاي الاي لاتش بكام؟ بيدوني ب 60 مللي امبير زائد 10 يبقى 70 مللي امبير. طيب انا التيار بتاعي الاي اي بيساوي 70 والتيار الاي ال بيساوي 50، افهم من كده ان التيار الاي اللي ماشي في الار اكس بكام؟ المفروض هيطلع 70 ناقص 50 هيطلع معايا ب 20، احنا عارفين اهو التيار طلع من هنا اهو، فهيتوزع في النقطه دي والنقطه دي، مفيش اي مشكله عندي خالص اهو. طلعت قيمة التيار اللي هو اهو، بص التيار هيجي على النقطة دي كده ويتوزع هنا ويتوزع هنا، فأنا عندي التيار ده الأي ال هنا ب 50 والتيار ده ب 70، يبقى المفروض التيار ده بكام؟ ب 20، يبقى التيار الأي أر إكس بكام؟ ب 20 مللي أمبير. هلاقي بعد كده يا باشمهندس إن الأر إكس ده بيساوي إيه؟ مش المفروض إن البرانش ده والبرانش ده الاتنين بارل مع بعض؟ يعني المفروض إن الجهد عليهم ثابت اللي هو بكام؟ اللي هو ب 100 مللي 100 فولت، يبقى أعرف أعرف إن قيمة الأر إكس بكام؟ ال V على ال I، ال E على ال R، ال E اهي على ال I اللي ماشي في ال RX، تطلع معايا بكام؟ 5 كيلو أوم. شكرا.